السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وسلامة. نتكلم اليوم على أهم النقاط الأساسية اللي لازم تعرفوها عن زراعة الزعتر بطريقة وفيرة وطريقة ممتازة وناجحة إن شاء الله داخل المنزل، إن كان في الحديقة بالبلكون، إن كان داخل البيت أيضا، طريقة سهلة وسريعة. طبعا من ناحية الزعتر، إذا حبيتوا تزرعون الزعتر من البذور داخل التربة، لازم يوصل العمق البذور الزعتر إلى 6 ملترات أو أقل حتى يتنبت بعد حوالي أسبوعين. أما إذا زرعتوها من أواني الزرع فتستغرق تقريبا 6 إلى 8 أسابيع حتى تنبت، وهذا الشيء يكفي حتى يتم نقلها خارج للزراعة. وأيضا يتم زراعة الزعتر بعد ما يزول خطر الصقيع. ممكن أنه ينمو الزعتر عن طريق البذور أو العقيل أو عن طريق الطبقات، بالإضافة أنه يتم تقسيم النبات من الجذور، يزيد هذا الشيء كميته. ممكن أيضا تهجين نبات الزعتر إذا عرفنا شنو هي الصنف مالته وأصله. وأيضا من المهم أنه نعرف أنه زراعة الزعتر من الشتلات هذا الشيء يكون طريقة جدا سهلة، ويتراوح طولها أيضا إلى من 5 إلى 10 سنتيمترات، ويزرع في فصل الربيع. وأهم شيء لزراعة الزعتر لازم نحرص أنه ما نستخدم زراعة الزعتر في فترة الصيف إذا كانت أكو كائنات حية ضارة تعيش بالتربة. لازم نتأكد من التربة أولا، ولازم يتم تسميد التربة، هذا الشيء مهم جدا. من ناحية تسميد تربة الزعتر، تميل نباتات الزعتر المسمدة بشكل زائد إلى نبات شتلات طويلة ورفيعة وضعيفة النمو. فهذه الطريقة ما ينبغي إضافة الكثير من السماد إلى التربة، لأن تنمو بهاي الحالة اللي تكون ضعيفة النمو. ممكن أنه نضيف بعض الأسمدة القاعدية اللي تحتوي على النيتروجين، تحتوي على البوتاسيوم، الفوسفور، الكبريت بشكل سنوي. وبنفس الوقت أيضا الزعتر ينمو بشكل جيد لما نضيف له نيتروجين للتربة، ويتم إضافة نيتروجين بعد كل حصاد حتى نعزز نمو شتلات جديدة خلال موسم النمو. عندي لكم هسا نقاط مهمة، نصائح مهمة لزراعة الزعتر بطريقة ناجحة إن شاء الله. أول نقطة، الزراعة لازم تكون بمكان يوصل إلى أشعة الشمس بوفر. أيضا ممكن أنه الزراعة تكون بأواني تحتوي على أعشاب أخرى، هذا الشيء ما رح يأثر على النبات الزعتر، بالعكس ممكن أيضا يكون نافع له. ويكون هاي الأعشاب اللي تزرع مع الزعتر همات بنفس الوقت تتطلب كمية ماء، نفس الكمية الماء نفسها حتى ما يتم زيادة في الري. النقطة الثانية، نتأكد من وجود مسافة بين الشتلات اللي تزرع في التربة. المسافة لازم تكون حوالي 10 سنتيمتر إلى 15 سنتيمتر، وحوالي 25 سنتيمتر بين الصفوف إذا ما تمت زراعة أكثر من صنف من الزعتر. النقطة الثالثة هي نوفر الضوء اللازم للنبتة. هاي فقط تنطبق إذا كان ماكو مكان مشمس زراعة النبتة. إذا كنا نزرع النبتة داخل البيت وماكو مكان مشمس، نتأكد أنه يتم توفير الضوء اللازم للنبتة، ونستخدم مصدر ضوء صناعي مثل مصابيح الفلورنسيت أو مصابيح النباتية الخاصة تبع النبات. النقطة التالية، نحصد الزعتر بشكل منتظم. شلون هاي راح تصير؟ بشكل منتظم، بشكل متكرر، خاصة إذا كان ينمو بوعاء، لأن هناك الزعتر تكون أكثر لذة قبل لا يتم إزهار نبات الزعتر. ونقوم أيضا بحصاد الزعتر كمية قليلة من الزعتر في الصباح الباكر بعد ما تجف الندى عنه. قوم أيضا بري النبات مرة واحدة أسبوعيا، لأنه الزعتر يحتاج إلى القليل من الرعاية دون توفر الكثير من الماء أو الأسمدة. نزرع النبتة
بيئة جافة. هذا الشيء جدا مهم لأنه هاي أفضل البيئات لزراعة نبات الزعتر، وبهاي الحالة راح يتم تعزيز نكهته ويتم تعزيز رائحة الزعتر الفواحة الأصلية، ونتجنب أيضا وجود الكثير من الرطوبة لأنه الرطوبة راح تسبب تعفن في النبات إن كان زعتر أو غير نبات ثاني. كانت هاي